باب القراض. يجوز دفع مبلغ لمبتغ تجارة ببعض ربح المبلغ، إن كان نقدا خالصا مختوما بسكة معينا معلوما. ثاني الشروط إذن رب المال للعامل المذكور في الأعمال، مفوضا له الأمور الواقعة، لم يشترط عليه أن يراجعه، معمم الأنواع للمكاسب أو خص نوعا دائما في الغالب. ثالثها تعيين مال العامل من حصة كنصف ربح حاصل، والمال معه مطلقا أمانة، وبالتعدي أوجب ضمانة. ثم القراض جائز لن يلزما، فلينفسخ بفسخ فرد منهما، وإن يؤقت أو يعلق لم يصح، ويجبر الخسران مما قد ربح.